ليلى الجمل حرم الحجام. ليلى الجمل حرم الحجام، أنا من تونس. اللهم ارحم من تسبب في جمعنا هذا ووالدينا ووالديه. اللهم اخلف على من أنفق بالطيب، على من أنفق بالإحسان. يعني أنا منبهرة، أنا لا أصدق نفسي، لأن الدعوة جاءتني فجأة. أنا لم أسجل نفسي، أختي في الحج صحيح دفعت أموال وجاءت إلى السعودية وجاءت للحج، وأنا أجهز لزفاف ابنتي، جاءت بالدعوة. فألف ألف 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 حمد وشكر لله، ألف ألف حمد وشكر لله ولمن بعث للدعوة. هذا دليل على الكرم. أنا انبهرت بالسعودية، أنا أستاذ التاريخ ودرس التاريخ، أريد أن أرى الجبل، أريد أن أرى الصور، أريد أن أرى الأرض، لكنني رأيت السعودية شيء آخر. ليست الصحراء التي أدرسها، بالعكس، مباني شركات عالمية موجودة منتشرة، مقاهي، بناءات يعني ناطحات سحاب. اللهم زيد وبارك، وستكون لدي يعني تدريس آخر للسعودية ونظرة أخرى للسعودية، وشكرا جزيلا.